السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم لاتي لو كلاسي بيوتي. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم واحد الأكلة اللي تقريبا بزاف تاع المغاربة كيحبوها وكيبغيو أنهم يطبخوها، اللي هي العدس. كتعرفوا بأن العدس عنده واحد الفوائد كثيرة وكثيرة على الذات، حيت هو فيه بزاف ديال الحديد اللي كيصلح بزاف. هذه الاكله كتصلح بزاف في الوقيته ديال البرد، لانها كتعطي واحد الطاقه للذات، بحيث الانسان الا كان البرد كيحس بانه الذات ديالو هي سخونه. دونك نبداو على بركه الله. احتياجات ديالنا لهاد الاكله هي جوج مطيشات، شويه ديال القزبر معدنوس، عندنا شويه ديال البسيبس، انا عندي تماك مطحونه، نص معلقه ديال الابزار، نص معلقه صغيره ماشي كبيره، هنا معلقه عامره ديال الكمون، معلقه تقريبا معلقه عامره ديال التحميره، وعندنا بيان سور العدس. انا العدس لانني بغيت كنديرو قبل من نطيبو، كنرقدو في المطايب وكنخليه مده واحد ربع ساعه، كيطلع داك الماء فيه واحد الكحوليه، كنعاود نخوي داك الماء وكنعاود نديرو من نخويه يتصفى، كنعاود نخوي عليه الماء عاوتاني طايب اللي هو نقي، وكندير وكنبدا بالطبخ ديالو بيان سور من بعد ما كندير ليه هاد الاقامه. وكذلك ضروري ضروري ثم ضروري من الثوم، ضروري البنات اننا كنديرو ثومه في العدس. العدس ثومه هي اللي كتصرعو، ضروري نديرو الثومه. انا علاش نسيت ما درتهاش ليكم، نسيت ما حطيتهاش ليكم، لاني مشى في بالي كنت باغا ندير واحد الثومه اللي كنت انا صوبتها وكرمتها في الدار وطحنتها، اللي هي عباره على غبره. دونك بقى لي في بالي غادي ندير منها، ومن بعد عاوتاني تبغي دابا نسجل عاد تفكرت بان الثوم ما حطيتهاش. دونك الثوم اللي عنده هذه يديرها، اللي عنده انا علاش الاخرى كندير عندها قزبقه عندها نفس البنه، لانني انا كرمتها في الدار ماشي من داك الثومه اللي كتكون كتباع في لي غون سيرفاس كتصلح في بيتزا، وهذا كتكون كارمه ملي كتكون شي شويه بارده ما فيهاش البنه. الاخرى اللي غنستعمل انايا هي فيها بقى بالجهد ديالها، انني انا كرمتها، راه الطريقه ديالها كاينه في لاباج ديالتي. دونك نبداو على بركه الله. غادي ندير هاد العسل هاد العدس كما قلت لكم، ونديرو في الماء طايب ونخليه يطلق لمده 10 ديال الدقائق ولا 15 دقيقه، وعاد نحيدو ونعاود نخوي عليه الماء طايب، وندير هاد الاقامه كامله ونردو يطيب. وهاد منين ندير هادشي كامل غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال لو كونسونطر ديال الطماطم، اللي ها هي انا ملي كنشريها كنديرها في القرعه الزاج وكنديرها في الكونجيلاتور، كناخذ منها القدر اللي بغيت ونعاود نسدها ونرجعها للكونجيلاتور. ها هو العدس ديالنا من بعد ما طاب بالصحه والراحه، كنتمنى تجربوه، راه لذيذ. إلى اللقاء.